جئتك بأعمالي كي تباركها. تحت هذا العنوان التأمت مجموعة كشافتي ومرشداتي قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبة لتجدد وعدها الكشفي ولتحتفل بالعام العاشر على تأسيسها، بالإضافة إلى تعيين قادة جدد داخل المجموعة. إلى التفاصيل. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبة بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب فراس عريضة راعي الكنيسة، بمشاركة الأب سالم لولاس ومسؤولي المحافظة وقادة المجموعات الكشفية المختلفة، وحضور ذوي أفراد الكشافة وجوقة الكنيسة والراهبات وجموع المؤمنين. وبعد رفع الطلبات وتلاوة كلام الكتاب المقدس، ألقى الأب عريضة عظة القداس التي أشاد فيها بالعمل الكشفي قائلاً: إن الحركة الكشفية هي الشريان الرئيسي لكل من يريد أن يتقدم في السن والحكمة عند الله والناس، فهي التي تعلم وتهذب الإنسان ليكون في حياته متواضعاً يخدم الآخر ويعطي دون مقابل. أذكركم، الكشاف صادق أن يوثق حياته بشرف الكشاف ويعتمد عليه. مخلص، الكشاف مخلص لوطنه ولله، مطيع لأولياء أمره ورؤسائه ومرؤوسيه في الحق دون تردد. نافع، واجب الكشاف أن يكون نافعاً وأن يساعد الآخرين. ودود، الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف آخر. مؤدب، الكشاف مؤدب وخلوق. رفيق، الكشاف رفيق بالحيوان ويحب النبات ويرى في الطبيعة آية لله. مطيع، الكشاف يطيع أوامر والديه وعريف طليعته وقائده. باش، الكشاف باش يقابل الصعوبات بصدر رحب. مقتصد، الكشاف مقتصد وغير مبذر للمال. نظيف، الكشاف نظيف في الفكر والقول والفعل والمظهر وكل ما يقوم به. شجاع، الكشاف شجاع ومقدام. وخلال القداس وبعد تعيين قادة جدد، تقدم قادة المجموعة وأفرادها مجددين وعدهم الكشفي أمام مذبح الرب، مستمرين في خدمتهم التطوعية للكنيسة والمجتمع والوطن. وقدم قائد المجموعة قصي كراتشي كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوهم احتفالهم الكشفي العاشر، مجددين فيها عهدهم السنوي بأن يبقوا ممتلئين بالعطاء ومعطرين بالوفاء للكنيسة والوطن وخدمة المجتمع بمسيرة كشفية متجددة وواعدة وبحياة مليئة بالعمل والمساعدة غير المحدودين. فنحن كمجموعة كشفية في بطراكية اللاتين بدأنا منذ التأسيس في السبعينيات، حيث قام الشباب والشابات أبناء الرعية بتأسيس نواة العمل الكشفي التطوعي لخدمة الكنيسة والمجتمع، وببناء صرح مميز قوي ومثابر بمثابة مدرسة لإعداد الشخصية الواثقة المضحية المنتمية للكنيسة والمجتمع والوطن، والمبادرة في المساعدة والتنظيم والمشاركة في الاحتفالات الدينية والوطنية، والعمل بجد وإصرار لنقل الخبرة الكشفية للأجيال المتتالية، محبين للعمل الكشفي وحياة التعاون والعطاء. وعليه جاء تجديد الوعد الكشفي تتويجاً لهذه المسيرة الكشفية التي بدأت قبل 10 سنوات
أثناء خدمة الأب طارق أبو حنة وإشرافه ورعايته، وبمساندة من الشماس رمز غانم والقيادة الكشفية المتمثلة بالقائد ركان فاخوري، القائد بشار معشر، والقائد إبراهيم زيادين، والكهنة أجمعين الذين أتوجه لهم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام. وبعد أن منح الآباء الكهنة البركة الختامية، التأم الجميع في باحة الكنيسة، حيث أقامت المجموعة احتفالها الكشفي العاشر، والذي تضمن تقديم فعاليات منوعة وفقرات دينية ووطنية وعزف على الآلات الموسيقية قدمها أفراد المجموعة، حيث اختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية باسم المجموعة لمستحقيها.